زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاه الحبايب، زحمة وما عادتش رحمة، زعلنا على الجارح. انتوا زعلانين من كل شيء، انتوا من 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 رموشكم زعلانين، انتوا زعلانين من الدنيا، زعلانين من الزمن، زعلانين من الوقت، انتوا تدورون على الزعل اصلا. ايوه، ايش بدكم ندور في جوجل؟ دقيقة، كيف ابوك، كيف تصبحين انت دلوع، انت دقيقة، وين الياء، وين الياء؟ ايوه، انت دلوعة. دقيقة نشوف الجوجل شو بده يقول. قومي بخفض صوتك، صوت الشتوي أثناء الكلام، أوكي، واجعلي فيه نوعا من الدلالة عندما تتحدثين. شو يعني دلالة؟ أوكي، تدللي بضحكتك فلا تكن ضحكتك عالية، أوكي، فتشعري من حولك بالتقزز والانزعاج، أوكي، منك ومن ضحكتك، ولا تكون خافتة جدا، أشهد، يعني ضحكة رقاصة جدا، فتظهري كأنك خجولة جدا ومترددة. هذا الانفصام، هذا برج الجوزاء شكله. بل اضحكي برقة وهدوء، أوكي. ثاني، تدللي بمشيتك فلا تمشي مثل الرجل أو متصلبة الجسم، بل كوني هادئة بمشيتك وجذابة. يلا بنات، والله في معلومات من مرة مرة فظيعة. دقيقة. ماذا يحب برج السرطان؟ ماذا يحب برج السرطان؟ الأنثى، الأنثى، لأنه في فرق. أيوة، رجال السرطان ومثل البنت السرطان. أنا قلت لهم أنتوا طلعوا لي الرجال. رجل برج السرطان ماذا يحب في المرأة؟ يدزموها برج ما يحب الرجل. ايش فيكم؟ طيب ماذا تحب، ماذا تحب؟ اكتب المرأة السرطان. اوكي، لا، الفتاة السرطان، انت سرطان، ايوه، صفات انت السرطان. شوفوا صفاتي اذا كانت صحيحة، والله بقول لكم صحيحة، اذا كانت كذابية والله بقول لكم كذابة، تراني صريحة. تتصف انت برج السرطان بالعديد من الصفات، منها ايش هذا الفيديو اللي طلع لي من عدم؟ اوكي، يا الله يا، تظهر أنت السرطان بأنها عصبية وانفعالية ويصعب التعامل معها، إلا أنها في الحقيقة رقيقة وناعمة وتحمل عاطفة كبيرة. أيوة، لمن حولها وبالأخص تجاه عائلتها وأسرتها. تصنف من النساء المخلصات، أي والله مثل الكلب، أي والله مثل الكلب، مطيعة ومسكينة. تصنف من النساء المخلصات جدا لأزواجهن،
لأزواجهن، لأزواجهم مو أزواجي، هم لأزواجهن. إي والله أنا مخلصة، وهذا ما يجعلها تكون علاقة ثابتة وناجحة في الارتباط. يعني لو كان في ارتباط كنت راح أكون ناجحة. أيوة، هو الحظ إنه ما في ارتباط. أوكي. تتمتع بشخصية متزنة. أوف. أحس هون ما راح تصدقون، بس أنا متزنة والله. وواعية، أيوة أقسم بالله، ومسؤولة تجاه أطفالها. ما جربت. بس أنا اعتنيت بالكلب، يعني الأطفال ممكن أكون مرة كيوت. تعتبر المرأة دبلوماسية ولا تحب إثارة المشاكل ولا مواجهتها. إيه قسم بالله إني أنا أهرب من المشاكل، وين ما كان مشكل الحاش صراحة صراحة. تعتبر امرأة حساسة وخجولة. إيه والله فعلا. دقيقة، في بعض الأحيان. أيوة، ما يعني قالوا في بعض الأحيان. في بعض الأحيان. إلا أنها تميل إلى تسليط الضوء على موهبتها. أيوة والله، مو كل يوم أغني لكم بيلي بيلي ودائما دليتكم بصوتي وأقول لكم أنا مرة فنانة وشوفوني يا تراني صوتي حلو. الله، جوجل هذا صادق. أيوة والله. أو ما تقوم بعمله لأنها طموحة جدا. أيوة صراحة، يعني أنا إنسانة طموحة، بس الدنيا مكعبلتني شوي، تعال تحط لي عراقيل. تتصنف بحدسها القوي وتتبعه لأبعد الحدود. أي أيوة والله، أنا إذا حسيت إن هذا ملعون جدف غدار كذاب يطلع كده فعلا. وتميل تصديق البديهيات، وكثيرا ما تستخدم الكلمات التي تدل على شعورها وما تفكر فيه، مثل كلمة أعتقد وأشعر وأرى، فتطغى سلطة المشاعر على أفكارها. يعني أنا برج عاطفي، وغالبا ما تفكر بقلبها لا بعقلها. إي والله، تميل إلى قضاء الوقت في منزلها. أنا هون احترمت جوجل صراحة، أنا هون احترمت جوجل أقسم بالله. يقول الحقيقة، تميل إلى قضاء الوقت في منزلها للحصول على عزلة طويلة. طويلة كثير، لسنوات، بعد قيامها بالعمل للاستمتاع بالهدوء والراحة بدلا من الخروج لقضاء الوقت مع الأصدقاء. إيه والله صراحة، دائما دائما أنا لحالي. تميل إلى الاهتمام بالآخرين والتطوع لمساعدتهم. شوف والله، مع الآذان والله، أنا والله أسوي أشياء حلوة مو ضروري تعرفوها، بس أنا أسوي أشياء مرة عظيمة. تصبح أنثى برج السرطان حساسة وقاسية جدا مع الأشخاص الذين يحاولون العبث بمشاعرها أو تحطيمها. أي والله، لا لا، نوم جدفهم. وغالبا ما تعاني من صعوبة من الخروج من أي علاقة فاشلة. أي والله، أيوه، وين راحت الجملة؟ دقيقة دقيقة. وغالبا ما تعاني من صعوبة في الخروج من أي علاقة فاشلة، وتحتاج لوقت طويل حتى تستعيد قوتها من جديد. صراحة ما كذبوا، رجل حمل يا رجل التيس، عندك جوجل اكتب رجل الحمل وراح يطلع لك. لا تدوش أمي، رجل الحمل رجل الحمل رجل الحمل. شوف أحد يعترف لك فيه. شكرا يا عمري. اوكي، غامضة وكتومة جدا، ومن الصعب ان تتسرب منها افكارها واسرارها الاخرين مهما كانوا قريبين منها.
ايوه صراحة يعني اقول اللي ابي، ما اقول كل شيء يعني. راح يطفي التليفون يا بوك. راح تنتهي قصتنا. ها خلص خلصت. ايوه غامضة وكتومة وصعب التصرف، تعاني من تقلبات مزاجية. احس انه يقولون الحقيقة الصراحة. ايوه انا انسانة مزاجية مرة. تليفون يتزحلق ولا انا اتهيأ لي؟ اوكي. تعاني من تقلبات مزاجية بين الحين والآخر. إذا يمكن أن تشتغل بال... أن تشتعل بالغضب فجأة وتبدأ بالصراخ والبكاء. أي والله، أي والله أبكي، أبكي كثير. أنا أبكي، أنا خلصوا دموعي. تعاني من تقلب إلى أنها تعود بعد مضى وقت قصير إلى الهدوء. أي أيوة والله، أيوة أنا بسرعة أرجع، أيوة بسرعة أرجع. أنا والنوم، أيوة أكون في الأول كلب ينبح يعض، بعدين أصير قطوة. أيوة صراحة تعتبر صاحبة شخصية معقدة لها جوانب متعددة يصعب فهمها. إذا يمكن أن تقوم بشيء عكس ما هو متوقع بحسب طبيعة شخصيتها. أيوة ممكن أجح فيكم بأي شيء. تحمل الضغينة في قلبها لأشخاص الذين تسببوا بجرحها. أي أيوة والله بجرحها في يوم ما، ويصعب عليه نسيان ذلك مهما طال الزمن. أقسم بالله صح، أقسم بالله العلي العظيم صح، إني ما أنسى، ما أنسى لو عد السنوات والقرون. هذا حامل الضغينة، هذا مو حلو مو صحي، بس هذه فيا، هذه العادة، أظل كده حاقدة صراحة. أي والله صح، أنت السرطان والصداقة. شوفوا أنا كصديقة أكيد ما راح يقولوا شيء مو حلو. اسمعوا، ربي ما نتفشل. تتميز انت برج السرطان بتأنيها ايضا في اختيار الاصدقاء. ايوه انا انسانه ما اصادق اي حمار، وذلك لعدم تسرعها في وضع ثقتها بالاخرين. اي أيوة والله انا ما اثق في الناس بسرعه صراحه، اخذ وقت. وبمجرد ان يصل الشخص لتلك الثقه فانها سيكسب صديق حقيقي. اي أيوة والله، طلب قلبي، قلب قلب أعطيه، مرارة أعطيه، كلوة أعطيه، تبرع بكل أعضائي. إي والله أنا أقول لكم وفية. وينها؟ أيوة، وذلك لعدم تسعى، فإنه سيكسب صديقا حقيقيا. وأهم من ما يميزها بعلاقتها مع أصدقائي هو أنها مستمعة جيدة لهم. أيوة أنا أحب الإنسان يصير يحكي لي وأسمع فضفض لي، وتتعاطف معهم بقوة مهما كبرت أخطائهم أو صغرت. أي أيوة والله، حتى لو كنت ملعون جدف أو كنت ملعون جدف أتعاطف معك، وأن لا يكون ذلك على حساب وقتها أو علاقتها الأخرى. المرأة السرطان والأمومة. لا أنا مش أنا السرطان في العمل، ما في برج السرطان. خلاص خلاص كتبته، خلاص. تتوافق أنت برج السرطان مع الأشخاص من الأبراج المائية بشكل عام، وتتوافق أيضا مع الأبراج الترابية التي ينتمي لها كل من برج الثور وبرج العذراء. صح، أنا برج الثور والعذراء يعني أتماشى معاهم.
صراحة كأصدقاء مرة يعني أتماشى معهم. ليش؟ لأنه برج العذراء مثلا مش حق مشاكل، برج العذراء يعني كذا مسالم بيس، وأنا إنسانة مثلا إذا تعصبت تعصب، فما لازم لي شخص عصبي، فهمتوا كيف؟ ما لازم لي شخص عصبي، أيوة يعني غزلان ترى عذراء كمان، برج العذراء ليش؟ لأنها كمان نفس الشخصية، يعني مات مو إنسانة يعني، بس في شيء كده في البرج العذراء مو حلو، إنه مثلا إذا ضريته في شيء بدون قصد ما يقول، مو حلو هذا الطبع، هذا مو حلو، يعني إذا مثلا زعلان منك ما يقول لك إنه زعلان، فهمت؟ وهذا شيء غلط. أنا لا، أنا تزعلني ألعن خيرك، أقول لك ودفع على وجهك. أيوة أنا اتفاق أضربك، أيوة.